عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون. دكتور، يعني هنالك بيان صدر عن تيار نصرة الشريعة حول الأحداث التي تدور الآن في بعض المناطق في النيل الأزرق وفي ولاية كسلة وبعض المناطق في ولاية الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض. يعني ما هي أهم هذه النقاط التي حواها بيانكم اليوم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لكم الاستضافة وأشكر بيتكم الكريم أيضا. هذه الأحداث التي يعني استمرت للأسف الشديد مدة الآن 4 أيام تقريبا من يوم 15/7، نحن نتابع هذه الأحداث عبر إخواننا المندوبين للتيار تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، سواء في الدمازين أو في النصيرس وأيضا كذلك في كسلة. وأحزننا جدا أن السودانيين وهم يهنئون بعيد الأضحى المبارك يفاجئون بهذه الأحداث المؤسفة والتي أدت إلى حوادث اقتتال قبلي وصراع أهلي في مدينة دمازين والنصيرس. وأيضا يعني للأسف الشديد أن هذه المسألة يعني استمرت حتى ليلة الأمس، يعني مما نجم عنه قتال وأعمال سلب ونهب. سقطت يعني عدد من العشرات القتلى والجرحى، أتلفت الأموال، شاعت الفوضى. وللأسف أنه يعني بدلا من أن يكون هناك تحسب لردات الفعل خاصة في المدن التي فيها التنوع القبلي، وهناك مؤشرات إلى أن هناك ردات فعل انتقامية ربما تقع، لكن للأسف أن يعني يبدو كأن البلد ليس فيه يعني حكومة قابضة ولا في هنالك أجهزة أمنية يعني تتحسب لمثل هذه الأحداث. أفظع ردات الفعل التي كانت اليوم صبيحة اليوم في مدينة كسلة. فكلنا شاهدنا الصور يعني تتتابع علينا، صور الأرواح التي وزهقت، الأشخاص الذين أخذوا إلى المستشفيات، حرق المقار الحكومية، إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة. نعم. ولذلك يعني كنا لابد من إخراج بيان بعد التشاور مع الإخوة يعني المعنيين بمتابعة الحدث في الميدان بشكل مباشر. واحتوى البيان على أنه لابد أن كل عاقل يعني يتابع للشأن المتابع للشأن العام يعني يدرك أن تغير الأوضاع واستمرار الأزمات وتكرار نشوب الفتن وتغذية هذه الفتن باستمرار في السودان أمر هو في الحقيقة أمر يعني مقصود، ليس أمرا عارضا، ويعني وهو مخطط له في سياق صراع على الثروة والسلطة ولتحقيق أجندة تهدف في خلاصتها إلى تحقيق السيطرة السياسية ونهب الموارد والثروات وتمزيق السودان.